بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة حضرتنا اليوم هي Foundations of Community Health Nursing، وهي الأول محاضرة، ومن اسمها Foundations يعني هناك مفاهيم أساسية يجب أن نفهمها حتى نفهم شنو هذا التخصص ولماذا هذا التخصص في مجال النيرسينج. هذه الفاونديشنز من عندها نفهم انه الهيلث، الكوميونيتي، السوسايتي، البوبوليشن، بماذا يتميز الكوميونيتي، شنو تعريف الكوميونيتي، ما هي الخدمات اللي يقدمها الكوميونيتي، بماذا يختلف عن بقية التخصصات. فمهمة جدا هذه المحاضرة، إذا فهمنا الفاونديشنز أو إذا فهمنا هذه المحاضرة يعني راح نفهم الكوميونيتي ونفهم هذا التخصص. كوميونيتي هيلث، كوميونيتي هيلث بالبداية أنا أحب أقول لكم هو شنو الكوميونيتي. كوميونيتي is a group of people who share common interests who interact with each other. الكوميونيتي يا اما يكونون group of people or group of individual، زين group of families whatever كان، المهم يكون بيناتهم او share with common، يجب ان تكون هناك بيناتهم مشتركات حتى وان كانوا في بقع جغرافية مختلفة، ولكن هناك تجمعهم مشتركات. زين اذا كانت بينهم مشتركات ومواصفاتهم كلش قريبة من بعض فاذا نسميهم احنا كوميونيتي. على سبيل المثال انتو طلبة المرحلة الرابعة نقدر نسميكم كوميونيتي، ليش؟ لان انتو في المرحلة الاخيرة نفس البرنامج تتعرضوا له، كلية تمريض، تتخرجون تاخذون اختصاص بكالوريوس، فتقريبا يعني كل التفاصيل وكل المشتركات مساوين بها او هناك مشتركات بيناتكم، فاذا نقدر نسميكم كوميونيتي. طيب واحد يتساءل يقول يعني مثلا لماذا الكوميونيتي، لماذا مفهوم الكوميونيتي؟ مفهوم الكوميونيتي طلاب عيني يفيدنا لما انت تعمل مثلا في مجال التخطيط، في تقدم خدمات صحية، هذا الكوميونيتي، هذا التشابه والسيميلاريتي الموجودة عند هؤلاء الجروب يساعدنا، راح نخلي نضع خطة موحدة وأيضا خدماتنا تكون سهلة وموجهة. إذا يفيدنا مفهوم الكوميونيتي إنه في التخطيط لتقديم الخدمة وأيضا في تقديم الخدمة. ليش؟ لأن هو يعتبر مجتمع متجانس، يعتبر مجتمع متجانس، فترهم له إنه تكون إلى خطة موحدة وأيضا إلى خدمات موحدة. فإذا نرجع على Community Health، إحنا بالCommunity ما يكون اهتمامنا فقط على المشاكل الجسدية أو على المشاكل الصحية الموجودة عندهم، إحنا يهمنا أيضا تركيزنا حيكون على الايدنتيفيكيشن للنيدز والبروبلمز، النيدز والبروبلمز، وايضا نركز على الهيلث بروموشن ونركز على البروتكشن يعني within the geographical area. فاذا هو يكون تعريف الكوميونيتي هيلث ايدنتيفيكيشن اوف نيدز اند ذا بروتكشن اوف امبروفمنت اوف كولكتيف هيلث within geographical defined area. نرجع إلى الكوميونيتي تعريفه، is the group of people who share with commons. إن قلنا هناك مشتركات يجب أن تكون يعني مشتركات، سواء كانوا دول groups of individuals or a group of families whatever كانوا، المهم هناك مشتركات. الهيلث مثل ما تعرفون بالمراحل الأولية في كلية التمريض إنه الهيلث هي state of balance between illness and wellness. الكوميونيتي هيلث نيرسينج هذا التخصص او هذا البرانش
او هذا الديبارتمنت من التمريض اللي هو يقدم لنا كومبريهنسيف نيرسينج كير تو individuals, families, group and community as a whole. أما يكون too much need or to solve problems, يعني ما نركز فقط على needs مالتهم أو على problems مالتهم, أيضا أما يكون عندنا خدمات أما تكون according to the needs or according to their problems through application of nursing process to maintain wellness and prevent. طبعا فلسفة الكوميونيتي مثل ما تعرفون هي promote wellness, prevent illness. promote wellness و prevent illness هذه فلسفة, it is the philosophy of community health nursing. ومثل ما تعرفون الكوميونيتي هيلث نيرسينج بهذا التعريف هو comprehensive care يقدمهم, هو برانش من التمريض, قسم من التمريض يقدم خدماته ليس فقط الانديفيدوالز وانما الانديفيدوالز والجروبز والفاميليز والكوميونيتي از ا هول. البابليك هيلث, البابليك هيلث تقريبا انه الكوميونيتي هيلث نيرسينج مشتق من هذا التخصص الكبير. البابليك هيلث هو يعني التخصص الكبير, الصحة العامة تخصص كلش كبير, يقدم خدمات وقائية وعلاجية وأيضا يعني تأهيلية, ولكن يعني يشمل جميع المواطنين, يشمل جميع الناس, تكون هنا وخدماته وبرامجه تكون كلش واسعة. لذلك احنا من نقول الكوميونيتي, الكوميونيتي يشتق يكون على خدماته تكون محددة على جروب, وأيضا خدماته تكون مركزة, وأيضا خططه تكون أيضا محددة على جروب أو على هدف معين. فمن هذا الببليك هيلث زائدا النيرسينج, هالميكسينج ما بين الببليك هيلث الصحة العامة اللي تعني بصحة جميع الناس على نطاق واسع وعلى مختلف المستويات, وأيضا مختلف الخدمات تتحول إلى خدمات أقل محدودية, تقريبا أقل مساحة وأقل أعداد حتى تكون العناية مركزة لأي مجموعة إحنا نريدها, وأي نوع من الخدمات سواء كان بريفنتيف curative rehabilitative. فإذا هنا أحيانا يكون الكوميونيتي هيلث براكتس إحنا نقول part of public health, و sometime يكون هناك خلط, يعني تقريبا يكون نفس الفاعلية ونفس الشغل, ولكن الحقيقة تكون public health أوسع من الكوميونيتي يعني health practice, لأن تكون هذه تكون limited in terms of sanitation programs, clinics, poverty, massive campaigns to prevent communicable diseases, وهكذا. يعني تكون هي أيضا جزء طبعا اعتيادي, الجزء هو يشبه الكل, الجزء إذا إجا هذا الجزء من الكل فإذا يشبه الكل, ولكن على يعني ببراكتس هي أقل وتكون أيضا مركزة. عندنا تاب اوف كوميونيتيز هو جيوغرافيكال كوميونيتي اللي هم تؤمن اسمها جيوغرافيكال, اذا هم مشتركين within جيوغرافيكال boundaries مع حدود جغرافية موحدة. الكومون انترست كوميونيتي ايضا هذول الكوميونيتي نقدر نقول عنهم كوميونيتي اذا كان لديهم هدف واحد, على سبيل ان حتى اذا كانوا هم مجتمعات هم اسكثر جماعات يعني متباينة ومشلون نقول بها اختلافات, ولكن شنو مرتبطة بهدف واحد. أقرب لكم الصورة, مثلا عندنا القوات الأمنية متعددة الأنواع ولكن هدفها واحد, مثلا حفاظ على الأمن هدفه أو القضاء على الإرهاب, فإذا يكون هدفهم واحد فهذا إحنا نسميهم الكوميونيتي أوف إنترست, يعني لديهم جول, لديهم يعني قضية أو لديهم هدف واحد. Community of solution مثل ما تعرفون هو type of community, هناك group of people يشتركون في
إيجاد حل لمشكلة يعانون منها. زين، مشكلة هم مدى تواجههم، سواء أي كانت مشكلة اجتماعية، مشكلة اقتصادية، وتأثر كانت تواجه هذا المجتمع. فهؤلاء الناس هم أصحاب المشكلة، يشتركون في إيجاد حل. لذلك إحنا نسميهم community of solution، يعني لديهم مشكلة ويشتركون بالحل. هناك أيضا من المفاهيم الأساسية، إحنا من قلنا foundation تذكروها بالسلايد الأول، إنه نقول foundations. الفاونديشنز هي هذه الأسس، المفاهيم الأساسية اللي يجب أن نفهمها حتى نفهم هذا التخصص الكوميونيتي هيلث نيرسينج. نفهم الـ population refers to all people occupying an area or all of those who share one or more characteristics. على الأقل دول الـ population يكون بيناتهم مشترك. مثلا نقول الشعب العراقي، أكيد هناك مشترك، إما يكون المنطقة الجغرافية أو مشتركين مثلا في عامل اللغة، أو مشتركين يكون في عامل الهوية. فيجب أن تكون هناك مشترك، نسميهم population. الـ aggregate refers to mass or grouping distinct individuals who are considered as a whole and to closely associated with one another. الاجريجيت انه هذا تختلف، يعني يكونون جروبز مختلفة ولكن يشتركون بصفة واحدة، انهم دولي الاجريجيت هم ات ريسك. يعني من هم الاجريجيت؟ الاطفال، النساء الحوامل، كبار السن. هؤلاء تشوف الجروبات مختلفين بالفئة العمرية مالتهم، مختلفين في حاجاتهم، مختلفين في مشاكلهم الصحية، ولكن يتجمعون ونعتبرهم احنا كوميونيتي. شنو العامل المشترك اللي بينهم؟ انهم they are at risk so they need more attention. اذا هم يعانون من، يعني يحتاجون، لانهم احتمال تطرقتهم في اي وقت من الاوقات فد مشكلة نحتاج لها. شنو يحتاج لها؟ انه الانتباه. ف they need more attention لانهم they are at risk. عرفنا الـ population والـ aggregate concept of health، ذكرناها هي حالة التوازن بين الـ illness والـ wellness، او مثلا هي السلامة الـ mental، الـ physical، الـ spiritual وغيرها من الـ هذا هو الـ continuum اللي هو الـ health continuum. مثل ما تشوفون أمامكم عندنا نقطة التعادل. نقطة التعادل هذا احنا نقول subjective و objective. احيانا انت تقول هذا الانسان هو ما بيشي، ما عنده مشكلة صحية، دا اشوفه بعافية. واحيانا هو مثلا عنده مشكلة ولكن هي subjectively، يعني هو يعرفها انت ما تعرفها. فاذا هنا نقطة التعادل ما بين الـ illness والـ wellness. زين، اذا كانت خطواته بالحياه باتجاه المعاكس، يعني سلبيه، فاذا هو باتجاه الالنس، واذا كانت ايجابيه فهو باتجاه الالنس اللي هو اعلى ليفل من العافيه. حتى نقول شباب، حتى نقول مثلا هذا المجتمع هو مجتمع يمتلك هيلث، أو هو على مستوى جيد من الصحة، على الأقل هذا المجتمع do at least four things. يعني إحنا ما نقدر نقول على هذا المجتمع هو مجتمع يعني على مستوى من الصحة إذا ما يتمتع بهذه الصفات. إنه يكون هناك تعاون ما بينتهم في حل المشاكل، يعني collaborate effectively in identifying problems and needs، و working حتى to meet their goals and priority. عتهم يعني يخترعون ويبتكرون الوسائل للحلول، يعملون سوية، يتوافقون سوية مع إيجاد الحلول. وأيضا هناك collaborate effectively حتى يتوافقون في مجال الأكشن، يعني عتهم وسائل لتحقيق أهدافهم
وهذه الوسائل هي متوافقين عليهم، إتهم أهداف، إتهم برايورتيز، متعاونين مع بعضهم. إذا إحنا ما نقدر نحكم على المجتمع، هذا المجتمع healthy إذا ما كانت هذا المجتمع متعاون. إنتوا مثلاً في المرحلة شايفين أكيد إنه خلينا نقول على سبيل المثال إذا عندكم طلاب تتمتع مثلاً بالأنانية، فإحنا ما نقدر نقول إذا هذول الطلاب يعني عندهم أنانية ما نقدر نقول هذا المجتمع healthy. ليش؟ لأنهم ما متعاونين مع بعضهم، ما يساعدون بعضهم البعض. زين، فإحنا ما نقدر نقول على هذا الكوميونيتي healthy إذا ما كانت لديه هذه الصفات، إن يكونون متعاونين مع بعضهم، لديهم أهداف، لديهم برايوريتيز، لديهم أولويات، يتعاونون في إيجاد الحل. من يلقون الحل أيضا هناك توافق في الأكشنز، في اتخاذ الأكشنز. زين، فهذه يلا نقدر إحنا نقول هؤلاء مثلا الكوميونيتي هم healthy. أنا حاول الاستعدادات اللي أتكلم عنها هي المطلوبة من عندكم شباب. عندنا الكاركترستيكس اوف كوميونيتي هيلث، مهم يعني من نقول how your practice أو how your field is differ from another fields، يعني كيف يتميز التخصص مالتك أنت as community health nurse، as community health nurse كيف يختلف زين هذا التخصص مالتك عن البقية. مثلا في مجتمعنا لأنه ما مفعل الكوميونيتي، فالناس ما تعرف هذا التخصص، فمن تقول أني كوميونيتي أنا متخصص في مجال الكوميونيتي، يقول لك يعني أنت وين راح تشتغل أو شو شغلك، يعني شو الكوميونيتي، يعني ما هو مفهوم الكوميونيتي. فإذا هذه الكاركترستيكس هي راح تخليك تعرف هذا التخصص مالتك وشلون يختلف عن بقية التخصصات. أول شيء هذا التخصص مالتك هو field of nursing، هو جزء من التمريض وcombines public health with nursing. مثل ما قلنا احنا بتعريف الكوميونيتي هيلث نيرسينج ان صار ميكسينج ما بين الببليك هيلث، دمج اخذ من علوم الببليك هيلث واخذ من علوم النيرسينج. زين، فصار عندنا كوميونيتي هيلث نيرسينج. اتس بوبوليشن فوكست، يركز على البوبوليشن ايضا، يركز ايضا على البريفنشن. تشوفون طلابنا اين يركز على البريفنشن ويركز على الهيلث بروموشن والويلنس. يعني هو هذا ما يعني انه ما يقدم خدمات علاجيه وخدمات تاهيليه، لا، يقدم خدمات تاهيليه وعلاجيه، ولكن الخدمات اللي هي بها هيلث بروموشن، خدمات اللي هي بها بريفنشن، بها بروتكشن، يركز عليها اكثر. Promote client responsibility. مهم إنه الصحة تتحقق عن طريق responsibility، عن طريق self care. يعني المواطن إذا ما يهتم هو بصحته بالدرجة الأساس ما تتحقق عندنا الكوميونيتي هيلث. إذا ما يهتم هو بالمنطقة مالته، بالشارع مالته، بالبيئة مالته، ما يتحقق عندنا. إذا هو يشجع أو يدعم أو يعتمد على السيلف كير. It uses aggregate measurement and analysis. هذه الشرحة هو هذه طبعا شباب أنا شرحت لكم إياها بالتفصيل بالسلايدات القادمة، ولكن أنا راح أكتفي يعني كل نقطة راح أوضحها يعني بنفس الوقت حتى يعني شوية يقصر الفيديو. من نقول It uses aggregate measurement ما معناها؟ مثلا على سبيل المثال وزارة الصحة تقول احنا حققنا مستوى او لدينا مستوى صحي عالي. طيب يسألوها يا وزارة الصحة شنو هي المؤشرات انه حققتي مستوى عالي من الصحة، ما هي المؤشرات؟ المؤشرات يجب ان تقلعتها وفيات الاطفال، يجب ان يعني اليونيت مورتاليتي اذا قلت عدتها، هذا احنا نسميها الاجريجيت. الاجريجيت هم الاطفال والنساء الحوامل يعني الماترنال. زين، اذا قلت عتها هذه المؤشرات اليونيت قليله عتها، واذا قلت عتها ايضا الماترنال ديث، فتيادي راح فعلا انت يا وزاره الصحه تحققين مستوى عالي من الصحه. فاذا هذا ما معناها يستخدم يوز اجريجيت ميجرمنت اند اناليسيس. ات يوزز برينسيبلز اوف اورجانيزيشنال ثيوري.
أهل الشباب اللي حتى تعرفون إنه أهل صحة مجتمع أو أهل هذا التخصص هم المعنيين بالقيادة. ليش معنيين بالقيادة؟ لأنه يعتمدون الـ organizational theory، يدرسون نظريات. ما يصير يعني أحد يتصدى للقيادة إذا لم يدرس نظريات القيادة. فإذا هنا الـ organizational theory مهمة جدا في العمل القيادي، لأنه إحنا الإدارة administration هي فن، هي علم وفن، فإحنا نحتاج النظرية في فهم كيفية إدارة subordinate. It involves interprofessional collaboration، وهذه هي النقطة المهمة بالcommunity، إنه يتقاطع، إنه يتقاطع مع كل يتقاطع شنو يعني يتحد، الاتحاد مع من؟ مع كل المؤسسات الأخرى المعنية بالصحة، يعني سواء كانت مثلا وزارة البيئة، وزارة التربية، وزارة التعليم، الصرف الصحي، البلديات، الغذاء، هذه كلها يعمل معها الكوميونتي لحتى يحقق النظام الصحي. وهذه مثل ما ذكرت لكم إياها آني، شرحت لكم هندنة التفاصيل كلهم، شرحت لكم إياها زين بنقطة بنقطة بوقتها، فهذه أيضا حتى تكونون على بينة منها. الـ component of community health practice، يعني مثلا انت هسه community health nurse، وين ما هي الـ practice مالتك؟ What's the scope of your practice؟ What's the scope of your practice؟ يعني هذا سؤال أنا راح احتمال أخلي لكم إياه واجب، راح أعطيكم إياه واجب. يعني What's the scope of your practice؟ تقول لي إذا جبت لك هذا السؤال شو تقول لي؟ أول شيء يشتغل على الـ promotion، يشتغل على الـ prevention والـ treatment والـ rehabilitation والـ evaluation والـ research. من نقول الـ promotion of health، إذن هو يركز على الـ health promotion، والـ health promotion هو الهدف مالته تحقيق أو to raise levels of wellness. زين ما معناها انه بالهيلث بروموشن يحاول ان يرفع المستوى العالي من الصحة، سواء للانديفيدجوالز، الفاميليز، البوبوليشن، الكوميونيتي از اهول. زين من نقول بريفنشن ما معناها؟ عنده ثلاث مستويات من ثلاث مستويات من الرعاية، اللي هو البرايمري، سكندري، وتيرشري، كل وحدة هي موجودة. البرايمري يمنع الاكرنس اوف ديزيز اور بروبلمز، سكندري يتعامل مع الحالة بالرغم من الخدمات اللي قدمناها لحتى نمنع المرض. ظهرت عندنا حالة مرضية، من ظهرت عندنا حالة مرضية يجب أن يكون هناك early diagnosis then early treatment. يجب أن حتى ليش؟ حتى تقل فترة المرض، تقل فترة المرض، يعني هو هذه جهود لتقليل فترة المرض. أما إذا بالرغم من جهودنا واستمرت الحالة المرضية أو تحولت من حالة حادة إلمن إلى حالة عجز إلى impairment، تحتاج الليفل الأخير من البريفنشن وهو التيرشري، اللي هي يقدم لنا الخدمات، الخدمات التأهيلية لحتى يعني يعيد التطبع الريسوشاليزيشن للكيس. عرفنا الريهابليتيشن ذكرناها، الايفالويشن طبعا هنا الايفالويشن هذا السكوب اوف يور براكتس، يعني اذا جبت لك واجب مثلا هنا هذه اهم شيء لازم انت تعرف ان السكور اوف يور براكتس. بالنسبه للايفالويشن، الايفالويشن يعني هذا اعلى مرحله، يعني اعلى مرحله من عمليه اصدار حكم. عمليه اصدار حكم، كيف اصدر الحكم؟ انه اخلي الجولز، يعني اسوي ماتشنج مطابقه مع الجولز اند الستاندردز، واحكم. يعني لو انا استخدمت النيرسينج بروسيس في حل مشكله ما، راح اخلي تعرفون التوب الاسسمنت زين، وخلي بالبلانينج، والبلانينج اخلي بيها الاهداف والمعايير، فاجي بالنتيجه للايفالويشن اللي هي الاوتكم، راح اسوي بيها ماتشنج ويا من، أسوي مطابقة للستاندرز اللي خليتها. فإذا
كانت مطابقة تماما فإذا it's okay، أم لا راح أرجع من البداية أشوف وين الخلل. فالإيفالويشن هو عملية إصدار حكم بعد مطابقة شغلي ويا من يعني تكون الأهداف مع المعايير لحتى أتجنب الخطأ مرة ثانية وأعزز من نقاط القوة. بالنسبة للريسيرش تو يعني مر عليكم بالمرحلة الثالثة الريسيرش، عفواً وظيفة البحث العلمي، يا أما هو to solve the problem or to meet need، تمام؟ فيكون يا أما إحنا في تخصص صحة مجتمع إذا نقدر نعمل كباحثين، نقدر نعمل كإيفالويتر، نقدر نعمل كريهابليتيتر، نقدر يعني في كل مجالات الرعاية أيضا برايمري سكوندري تيرشري، وأيضا نقدر نشتغل كريسيرشر. فهذا هو السكوب أوف أور براكتس. أنا إلى هنا أنهي نهاية المحاضرة، وأتمنى تكون يعني سهلة وبسيطة وأيضا تستوعبوها.